تثمير كبير من قبل المواطنين بعظيم الدور الذي تؤديه نقاط التفتيش المرورية والموزعة على مختلف مناطق المملكة التي تعمل جاهدة وحتى في أقصى الظروف الجوية حرارة ولا تألو أي جهد في الحفاظ على سلامة عابري الطريق بمركباتهم وتوجيههم نحو ضرورة الالتزام بأنظمة المرور منعا لحصول الحوادث التي لا يحمد عقباها. بالقرب من مدخل مدينة سار وبمحاذاة شارع الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة تبدأ دورية المرور التابعة لقسم الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية إلى المكوث لبرهة من الوقت مستعدة وعبر عناصرها إلى تفعيل نقطة تفتيش مرورية تقف على مدى التزام السائقين بالأنظمة المرورية التي تفرضها حرمة الطريق ومخالفة المتجاوزين بالإثبات قطعا. إذا جاءت أحد إنه مخالفة أو شيء بعد تسوون خير، ما نبي أحد مو لابس الحزام أو ما عندهم ليسن، لأن تعتبر مشكلة لنا. الناس اللي مثلا ما عندهم ليسن ويمشون السيارة يقدرون يسوون حادثة أو شيء. يقومون بجهد مشكورين عليه صراحة في كل تقريبا طرق البحرين. هما كرجال مرور صراحة ما يقصرون وتنظيمهم ممتاز يعني في الطرق. نقاط التفتيش هذه وعبر توجيهات الإدارة العامة للمرور تأتي كأسلوب حماية مستمر تم توفيره لعابري الشوارع الرئيسية والفرعية بمركباتهم متوجهة نحو الحفاظ على سلامة الأرواح ومنحها الشعور المطلق بالأمان حتى في أشد الأحوال الجوية قساوة خصوصا في فصل الصيف. ما شاء الله يعني الدوريات متواجدة في يعني على قولتهم ما بين يعني موجودة في كل المناطق. يعني وايد مهمة نحتاجها إذا كان في زحمة أو هاي السيد مسكر شارع أو شيء، فنحتاج دوريات المرور عشان ننظم حركة المرور. إجراءات مرورية سلسة وسريعة يتم اتباعها مع مختلف السائقين تقف على حالة الملتزمين من غير الملتزمين بقواعد الطريق، وهذا ما يحقق مبدأ المساواة لدى الجميع ويحمي المستهدفين من الحوادث المرورية التي تحصد الأرواح وتخلف العديد من الإصابات الخطيرة والمتوسطة. تفضل. دور توعوي إرشادي تتبنى الدوريات المرورية إتمامه على الوجه الأكمل في تسيير الحركة المرورية وتقديم خدمات متميزة لمستخدمي الطريق في كل وقت ورفع مستوى الوعي لديهم في مراعاتهم لشروط السلامة والبعد عن أي ممارسة سلبية قد تكلفهم حياتهم على حين غرة. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات. كل الشكر. شكرا. الله يسلمك. عساك على القوة إن شاء الله.